بما أننا في موسم الرطب والتمر، سأتحدث عن بعض ما جاء عن هذه الثمرة في الكتب التسعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل، وهذا دليل، وما مضى أدلة أيضا على أنه لا بأس أن يجمع الإنسان بين طعامين أو ثلاثة، لا إشكال في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل كما في مسند الإمام أحمد الرطب بالخربز، الخربز هو البطيخ الأصفر، وجاء عند أبي داود كان يأكل عليه الصلاة والسلام الرطب بالبطيخ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كل الأحاديث التي ورد في البطيخ ضعيفة إلا هذا الحديث، كان يأكل الرطب بالبطيخ، فقال عليه الصلاة والسلام نكسر حر هذا الذي هو الرطب ببرد هذا الذي هو البطيخ، ونكسر برد هذا بحر هذا. أما الخربز وهو الأصفر وإن كان فيه نوع من الحرارة إنما الحرارة لحلاوته، وإلا فهو به رطوبة.